لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بيقولوا أجمع على أنه إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهل بعمرة فلبى بحج، أن اللازم ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه. يعني إيه يهل؟ إيه الفرق بين يهل وينوي؟ هو الإجماع بيقول إيه أصلا؟ الإجماع بيقول دلوقتي واحد طالع أحرم وناوي عمرة، فقال لبيك اللهم حجا، ده اللي اسمه الإهلال. خلاص هو ناوي في قلبه إيه؟ عمرة، فجاي يهل بعمرة. هو السنة الإنسان يهل بعد ما يحرم، يقول لبيك اللهم حجا إذا كان هيحج، أو لبيك اللهم عمرة إذا كان هيعتمر، أو لبيك اللهم حجا وعمرة إذا كان هيحج ويعتمر مع بعض. ويكون الإهلال ده عند انبعاث الراحلة، بعد ما يحرم يلبس ملابس الإحرام في الميقات، ويجي هتبدأ الراحلة بتاعته تتحرك، يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، ده الإهلال. المهم لبيك اللهم دي الأصل يعني. فدلوقتي واحد ناوي في قلبه ان هو هيحج، ناوي حجه، فلبس نفسه الاحرام قال لبيك اللهم عمره، ده يبقى كده اهل بعمره ولا اهل بحج؟ هو نيته كانت حج وهو قال لبيك اللهم عمره، يبقى هو اهل بحج ولا اهل بعمره؟ هو بيقول اجمعوا على انه ان اراد ان يهل بحج، عايز يقول لبيك اللهم حجا، فاهل بعمره قال لبيك اللهم عمره، أو أراد أن يهل بعمرة فأهل فلبى بحج، أن اللازم ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه. الإجماع ده خالف فيه داود الظاهري، فقال العبرة بما لبى لا بما نوى. الكلام ده نقل عنه الموردي في الحاوي الجزء الرابع صفحة 83. لا 83 بس، الجزء الرابع 83. الشيخ لو واحد دخل يصلي ركعتين سنة مثلا قبل صلاة الظهر، بعد كده فاكر ان هو بتاع يصلي الظهر، لو خلاص ان هو يصلي الظهر، يصلي صبح سنة سنة مسجد، بعد كده وهو في الصلاة ان هو يصلي صلاة الظهر، لا صحيح ان تبقى صلاته صحيح ان تبقى صلاته على النية الاولى، النية الثانية ما تبقاش صلاته صلاته. الجمهور ان الصلاة بطل. لا انت كنت سألتهوني ان واحد ناوي يصلي سنة بعد كده افتكر الظهر فراح ناوي ظهر، قلت لك ده اللي تبقى صلاته بطله، صلاه الظهر بالنسبه له بطله، هتقع نافله مطلقه. بس ده في السنه واحده يعني، اللي هو احنا في السنه بس على ما عقل عليه قصد. لا انا في كله. وفي لو هينوي الفرد يبقى تعتبر سنه مطلقه؟ لو هينوي الفرد يبقى الفرد باطل، هينوي سنه مقيده تبقى السنه المقيده باطله. الصلاه بقى نفسها باطله؟ لا الصلاه صحيحه بس هتقع ايه؟ مطلقة، سنة مطلقة، ركعتين ركعتين كده. بيقول بنقول الخالف داود الظاهري، فقال العبرة بما لبى لا بما نوى. ايه رأيكم انتم بقى في الخلاف ده؟ طب كويس انت قلت النقطة دي. هو العلماء اصلا مختلفين، الحج هينعقد بايه؟ بالنية ولا بالتلبية؟ بعضهم قلب التلبية وبعضهم قلب النية. فلو النية محلها القلب عند اللي بيقولوا بالتلبية يقول لك النية محلها القلب، لكن الحج ما انعقدش، الحج بينعقد بالتلبية. فهيبقى ده عندهم ان الحج ما انعقدش، يعني انا بقول ان الحج ينعقد بالتلبية، فجيت نويت العمره
وجيت ألبي رحت ملبي بالحج، قلت لبيك اللهم حجا وأنا ناوي العمرة. فده عند اللي بيقولوا إنه بينعقد بالتلبية، ده كده التلبية دي ولا حاجة، يبقى أنا كده لسه ما انعقدتش العمرة. يقول زي يقول لأ دي انعقدت، وانعقدت باللي انت لبيت بيه. هنتكلمش في الراجع ده، نقول ده اجماع والراجل خالف الاجماع ده. لا مش بالمره، المره دي تسال الشيخ محمد، مش تحضروا فقه. وهيبقى لكم احضروا فقه يوم السبت، عشان ما تجيش هنا تقول لي الراجح ولا مش راجح. نعقد النية؟ في علماء قالوا ان الحج ينعقد الصلاة تنعقد بيه، ما تيجي تصلي الصلاة تنعقد بيه تكبيرة الإحرام مش بالنية، ماشي؟ تكبيرة الإحرام اللي معاها نية. لو انت نويت بس كده ما انعقدتش الصلاة، لو انت كبرت بس كده ما انعقدتش الصلاة، يعني يبقى انت دخلت فيها بدأتها. الحج بقى بينعقد بيه؟ في بعض العلماء قال بالنية، في بعض العلماء قال بالتلبية، اختلف فيها العلماء. اللي قالوا ينعقد بالنية هيبقى عندهم لما هو ينوي الحج ويلبي بعمرة هيبقى ده حج، لان هو انعقد بالنية والنية كانت حج. اللي هيقول بينعقد بالتلبية وهو ناوي الحج ولبى بعمرة هيقول لك ده ما لباش، دي تلبية دي اكن لغو، ده قول لغو قاله، لازم هو يقول اللفظ اللي مطابق ليه. يقول تاني اللفظ اللي في نيته، هو ناوي عمرة فقال حج، قال لك لا ده كده كأنه ما قالش، لازم يقول عمرة. داود الظاهري قال لا، لو قال حاجة غير اللي في نيته يبقى اللي قالها بلسانه هو ده اللي انعقد بيه. ايه رأيكم؟ لا داود الظاهري بيقول بينعقد بالتلبية. كل اللي قالوا بينعقد بالنية عندهم مش مشكلة، قال ايه؟ ايوة اللي قالوا بينعقد بالتلبية كلهم قالوا يبقى كده ما قالش، لازم يقول تاني، لازم يقول لازم يقول تاني كلام موافق لنيته. داود الظاهري قال لا ما يلزموش يقول تاني وكده انعقد، بس ايه اللي انعقد؟ اللي هو قاله مش اللي في نيته. خلاص. ايه رايكم في الخلاف بتاع داود الظاهري ده بقى؟ ليه بقى ان شاء الله؟ هم خلفة الظاهرية تقلع في الإجماع؟ لا إذا صدمت ده سليم يعني لا يعطي مثلا اجتهادهم في الحاجة اللي فيها دليل لا يعطي. يا سلام. هو شيخ الإسلام التهمية بيقول إن خلاف الظاهرية فيما دليله النص اللي دليل الآية الحديث جانبهم غالبا راجح، الحاجة اللي دليلها حديثا الآية دايما أو غالبا الظاهرية بيطلعهم من الصح. اللي انت بتقصدك عليه القياس، بنقول خلاف الظاهريه فيما دليله القياس لا يعتد به، لان الظاهريه بيقولوا ما فيش حاجه اسمها قياس. ده بقى احنا لا ايه وحديث ولا قياس، ده اجماع، هم مخاطبين في اجماع. ايه رايكم في الخلاف ده؟ اثنين بس تزعلوني كده. احنا قلنا الظاهريه لما يخالفوا قبل انعقاد الاجماع يبقى خلافهم معتبر، لما يخالفوا بعد انعقاد الاجماع يبقى خلافهم ايه؟ بعد الاجماع. اللي يخالف بعد انعقاد الاجماع ده خلافه اكنه ما خالفش. الخلاف ده قبل الاجماع ولا بعد الاجماع؟ قبل الاجماع. اشمعنى؟ ايوه ماله؟ هو شيخ غيب اكيد. غيب سنه كام يعني؟ 400 حاجه. ايوه 400 حاجه. اما ابن المنذر؟ 300 حاجه. ايه؟ لا 200 وحاجه. المهم ان هو قبل داود ولا بعد داود؟ قبل داود. اسمه ايه ده؟ المنذر اتولد في نفس السنه اللي مات فيها الامام احمد رحمه الله. اتولد في نفس السنه في موت الامام احمد. يبقى الخلاف ده هيخضع في الاجماع ولا لا؟ لا يخضع في الاجماع. ليه؟ انه خلاف بعد الاجماع. مش عشان ده ظاهري. لا انا عقد قبل كده. ايوه. بيقولوا اجمعوا على ان من اهل في اشهر الحج بحجه ينوي بها حجه الاسلام ان حجته تجزئه عن حجه الاسلام. بيقول اجمعوا ان لو واحد نوى في اشهر الحج ان هو هيحج حجه الاسلام. وبعدين حج هي اشهر الحج. هي اشهر الحج.
وايه؟ الحج أشهر معلومات. إيه الأشهر معلومات دول؟ والعشر أوائل من ذي الحجة. طيب هي الراجل ده قالوا كلام مظبوط. بعض العلماء قالوا ان هو ذو الحج شوال وذو القعده وذو الحجه، وبعضهم قال شوال وذو القعده والعشر الاول من ذي الحجه. ماشي. والصحيح ان هم ثلاث شهور، لان ربنا سبحانه قال الحج اشهر، ولو هم شهرين وعشر ايام مش اسمهم اشهر. ماشي. فبيقول بقى ان هنا لو واحد نوى في اشهر الحج، يعني واحد في اول شوال نوى ان انا السنه دي هحج حجه الاسلام، وبعد كده راح حج، بيقول لا اهل في اشهر الحج بحجه ينوي بها حجه الاسلام ان حجته تجزئه عن حجه الاسلام. خلاص. بنقول اجمعوا على ان من اهل، بنقول ما لم يكن صبيا او عبد، اختلفوا في حج الصبي وحج العبد هل يجزئ عن حجة الإسلام أم لا، ونبقى ناخدها فيما بعد. لو نوى حج خلاص، ان هي هتبقى بقى الخلاف في ايه؟ انا في اشهر الحج نويت دي حجة الاسلام، وبعد كده جيت ايام الحج بقى نفسي هبقى حج في ذي القعدة مثلا او في ذي الحجة، وبداية الحج بداية مناسك الحج بتبدأ يوم 8 يوم الترويع، فجيت يوم 8 كنت انا ناوي اطلع حج السنة دي على حجة الاسلام، ففلست او مبقاش معايا فلوس، فجي واحد مريض اداني فلوس قال حج عني، فانا اخدت الفلوس ان انا حج عنه هو، فانا بهل اهلت عنه هو، قلت لبيك عن فلان، وانا كنت ناوي في اشهر الحج ديت ان انا ناوي حج عن نفسي. الحجه دي تقع عني انا ولا عنه هو؟ هتقع عني انا مش عنه هو. حج عن نفسك ثم حج عن شبره. لو واحد بقى ما يعرفش، بلاش الكلام يا نبي، لو واحد ما يعرفش انه لازم يكون حج الاول وراح يحج عن واحد هو ما حجش قبل كده، وهو كان ناوي في السنه دي ان هو يحج، يبقى ده يلزمه ان هو يعمل زي ما النبي قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه، ان هو يقول الاول لبيك اللهم حجا عن نفسي، ولا ده خلاص تكفيه للاهلال الاولاني اللي هو اهله؟ كان الاجماع ان هو يكفيه للاهلال الاولاني. يقولوا اجماع على ان المحرم ممنوع من الجماع وقتل الصيد والطيب وبعض اللباس واخذ الشعر وتقليم الاظافر. ايه؟ معلش النقطة العدل والصبر هتيجي بعد كده ولا ممكن هتيجي بعد كده. يقول اجماع على ان المحرم ممنوع، الحاجات دي حرام على المحرم. اول حاجة الجماع، تاني حاجة قتل الصيد، ثالث حاجة الطيب، رابع حاجة بعض اللباس. بعض الثياب هي اللي محرمة، مش كل الثياب طبعا، لأنه يجب عليه ستر عورته. وأخذ الشعر وتقليم الأظافر. تقليم الأظافر داود الظاهري خالف تقليم الأظافر فقال لا شيء فيه، هو جائز. يعني ايه تقليم الأظافر؟ قص ظافر. فداود الظاهري قال ان لا شيء في تقليم الاظافر، رغم ان هو في اجماع على ان هو ممنوع محرم. الكلام ده ايه رايكم فيه؟ خلاف لا يقدح في الاجماع. اخذ الشعر بقى، قال الظاهريه وروايه عن مالك ان
لا يحرم من الشعر إلا شعر الرأس. وهو هنا بيقول أخذ الشعر عموما، سواء كان شعر من الرأس أو كان شعر من اللحية أو من الشارب أو من الإبط أو من العانة، بيقول إن كل الشعر يحرم، أخذ الشعر عموما يحرم. داود الظاهري والإمام مالك في رواية قال لا الرأس بس هو اللي يحرم، يعني سائر أنواع الشعر لا يحرم الأخذ منه. ايه رأيكم في هذا الخلاف؟ ما فيش غيركم انتوا الاثنين بقى، ثلاثة أربعة. اتفضل يا شيخ عبد. لا لأن مخالفة مالك مخالفة واحد قبل اعقاد الإجماع، ولو الظاهري بعد اعقاد الإجماع مش هتاخد حكاية تخليه ظني. بس هو الإمام مالك لما بيخالف بيخالفش لوحده، مخالفة مالك يبقى ده هيقدح في الإجماع مش كده؟ قصدي هيأثر في الإجماع. الرواية لازم أن تكون صحيحة وراجحة، يعني رواية لا ممكن في رواية ثانية مثلا مخالفة. يعني ليه روايتين، رواية إن هو يحرم ورواية إن هو ما يحرمش. ما هو ليه رواية ما يحرمش؟ إن ده قول موجود عنده في المذهب ومشهور. يبقى لحد ما تثبت إن هو تراجع عنه يبقى ساعتها تتكلم. لازم تثبت إن هو تراجع عنه وتلاميذه تراجعوا معاه، مش هو بس الإمام مالك اللي تراجع. لأن الخلاف ده هيخصص في الإجماع، ده مش هينفي الإجماع لكن هيخف الإجماع. بقى يخليه لو أخذ الشعر معناه أخذ شعر الرأس، هو ده اللي عليه الإجماع. شعر الرأس هو اللي عليه الإجماع، اللي خلفه مالك وداود الظاهري، والاثنين قالوا لا اللي حرام بس شعر الرأس، يعني متفقين مع الجمهور ان شعر الرأس على انتخذ منه. اما بقيت شعر البدن الجمهور قال حرام وهم قالوا حلال. بيقولوا اجمع على ان المحرم ممنوع من ذلك في حالة الإحرام الا الحجام، الحجام فقط هو اللي يجوز له الاخذ من الشعر. اخذ من الشعر، اخذ من شعر رأس الغير مش من شعر رأسه هو بس. فبيقول اجمع ان ذلك ممنوع حرام، ممنوع حرام يبقى يحرم الإعانة عليه. فين قال لك الحاجات دي حرام ويحرم الإعانة عليها الا الحجام بس هو اللي من حقه ان هو ياخذ من شعر الرأس. عارفين الحجام بيعمل حجامة من مثلا حوالي 15 سنة كده او 16 سنة، او كان اول مرة اسمع كلمة الحجام دي، تقول حجامة دي كنت يعني ايه بالنسبة لنا بقى، كانت الحجامة دي اختراع بقى سر الزر يعني. النهاردة ما شاء الله لا قوة الا بالله، كل اخ يعرف الحجامة والاحتجام. ده حجام مع ان هو هيعمل حجامة ده هيأخذ من انسان مريض، المريض يأخذ من رأسه، فمن كان منكم مريضا او به اذى من الرأس ففدية من صيام او صدقة او نسك. فهو هيأخذ من رأسه الاذى والتاني هيبقى عليه الصيام او الصدقة او النسك. انا صح اللغة الصلاة الاثنين زي بعض اشمعنى يعني؟ ايه اللي خلاها اصح بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بس بشرط ان هو لا يحتجم بحيث ياخذ الشعر، او يحتجم وياخذ الشعر ويكون بحاجه الى ذلك في اذى مش هيزول غير بالحجام. يعني هو لو عايز يحتجم من غير اذى يحتجم مفيش اي مشكله، ده بيحتجم وهو محرم. لكن هيحتجم والاحتجام ده في ازاله للشعر، هيحتجم في راسه يعني، يبقى ده لازم يكون لاذى. بيقولوا اجماع على ان من جامع عامدا في حجه قبل وقوفه بعرفه ان عليه حج في قابل، والهدي حج في قابل يعني في السنه اللي بعديها، والهدي اختلفوا، الهدي ده ذبيحه تذبح في الكعبه، اختلفوا في نوع الهدي. وبعضهم قال بدنه وهو ده الصحيح اللي عليه الدليل، بعضهم قال شاه
بعضهم قال بقرة. صحيح إنه بدل. بيقولوا انفرض عطاء وقتادة. عطاء وقتادة انفرضوا إن هو ليس عليه الحج من قابل. إنما قالوا إن عليه الحج وخلاص. هو كاتب في البتاع انفرض عطاء وقتادة. هو كاتب في الكتاب. عطاء وقتادة انفرضوا قالوا إن ليس عليه الحج من قابل. المول اللي بيجامع في الحج واحد محرم وجامع بنقول ده حجه فسد ويجب عليه ان هو يحج السنة الجاية، يعني فرض عليه ان هو يحج السنة الجاية، واللي يفرق بينه وبين زوجته لحد ما ينصرفوا من الحج، ما يقعدش مع مراته لحد ما يخلصوا الاحرام، لحد ما يتحللوا من الاحرام، وعليه بدنة، عليه جمل يذبح جمل. ده الراجح. مسألة ان هو يفرق بينه وبين زوجته دي فيها خلاف. مسألة ان عليه بدنة دي فيها خلاف. مسألة ان حجه فسد وان عليه الحج السنة الجاية دي اجماع. حجه فسد دي اجماع بلا خلاف. عليه الحج من قابل دي اجماع، لكن خالف في اتنين. ومخالفة الاثنين لا تقدح في الاجماع. لا مش اجماع، خلاف. لا الحج الاولاني دي فساد، احنا بنقول له يكمل الحج من باب العقاب، ان هو انت ما تحملتش المشقة فهتشيل المشقة. شوف مش هدي، بس مختلفين، مختلفين نوع الهدي دي. بعضهم قال بدنة وبعضهم قال بقرة وبعضهم قال شاه. شوف لو كنا بعد الكوبا الحاجات دي في الفقه المفروض ندرسها في الفقه. بعد الوقوف في عرفة في خلاف، والصحيح ان هو مادام لم يتحلل التحلل الاول يبقى الحج بتاعه فاسد. وهل الحاجات تحلل التحلل الاول او التحلل الاصغر يبقى عليه شاه والحج بتاعه صحيح لو جمع بعد التحلل الاول. اسألك انا بقى ايه التحلل الاصغر ده والتحلل الاول؟ ازاي الواحد يتحلل التحلل الاول او التحلل الاصغر؟ انتوا مش امتحنتوا في الحج برضو ولا؟ يا ريت تبقى تقعد ساكت. الله يكرمك. ايوه محدش سألك اصلا، محدش معتبرك موجود اصلا، انت اللي عامل دوشه. هرجل ازاي الواحد يتحلل التحلل الاول؟ قدمه بس هيتوقف الفرش. ان هو شيخ التحلل الاول اللي هو بعد رمي جمرته وذبح اللي هو بعد صلاه العيد، فده بيلبس المخيط ولكن ما جمعش زوجه. يعني يعمل ايه علشان يتحلل التحلل الاول؟ حرم الجمرات وحد يذبح. بس كده ولا ايه حاجه تاني؟ المخيط. لو انا بس المخيط يبقى ما تحللش يعني ولا ايه يعني؟ في طواف طواف او السعي. المهم انه عامل ثلاث حاجات. ثلاث حاجات ولا حاجتين من ثلاثه؟ لازم يعمل حاجتين من ثلاثة. بذكروها بس خلي بالكوا احنا لسه الحج قدامنا طويل، حاجات طويلة. ايوه لسه يعني ايه ما شاء الله، فلازم تبقوا مذاكرين الحج كويس عشان ما يزعلوش من بعض. لسه يعني ايه امامكم ليل طويل، ده انتوا على ما تمتحنوا المرة الجاية يبقى يعني محتاجين سنة اجازة من الامتحان. جزاكم الله خير. بيقولوا اجماع على ان المحرم ممنوع من حلق رأسه وجزه وإتلافه بجزة أو نورة. إتلاف الشعر بجزه أو نورة. نورة لا، النورة دي مادة كيميائية بتتحط على الخلاصة بتاعت ما أعرفش كريم غزلت الشعر ده. عارف الكريم ده اللي بيسرحه في الشعر، كريم بيزيل الشعر ده والله اسمع عنه. مادة كيميائية بتحط على الشعر بتوقعه. بيقولوا اجماع على ان له حلق رأسه من علة، وهو ده نص الآية. اجماع ان مفهومش حاجة اهو. ايه؟ فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه. بيقولوا اجماع على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم. اجماع على وجوب الفدية على من حلق
يعني حلق شعر رأسه، فيها خلاف مالك وداود اللي قلناه قبل كده من الصحيح، خلاف مالك وداود هيخصصوا الحلقة، هيخلوه خاص بحلق الرأس. بيقول يا جماعة لأن على وجوب الفدية على من حلق، بنقول اختلفوا في من أزال الشعر والشعرتين، واحد شد شعره من دماغه قطع شعره وقطع شعرتين فأجازه مالك وداود وعطاء ومجاهد، وقالوا أخذ الشعر حرام، أخذ شعر الرأس، ولا فدول بيقولوا أخذ بقية الشعر مش حرام، بيقولوا أخذ شعر الرأس حرام إلا لو كان شعر أو شعرتين، وعطاء ومجاهد. إيه؟ مش معنى اخذ التفسير عن سيدنا عبد الله بن عباس. بيقولوا اجمعوا على ان له ان يزيل عن نفسه ما كان منكسرا منه. ايه ده؟ لا، في اجماع ليه؟ بيقولوا اجمعوا على ان المحرم ممنوع من اخذ اظفاره، اجمعوا ان المحرم لا يجوز له ان هو يقص ظافره. بنقول خالف داود الظاهري، طبعا داود الظاهري مظبط كل حاجه هو مخالف فيها، خالف داود الظاهري فقال لا يمنع من اخذ اظفاره. فحلق الراس والله. صح. فين بقى؟ تقليم الاظافر قال داود لا شيء عليه. صح. بيقولوا اجمعوا على ان له ان يزيل عن نفسه ما كان منكسرا منه، ما كان منكسر يعني الاظافر. بيقولوا اجمعوا على ان المحرم ممنوع من لبس القميص والعمامه والسراويل والخمر والخفاف. بيقول بالنسبه للسراويل والخفاف تحرم عليه الا اذا لم يجد الازار جاز له لبس السروال، ده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. ايه؟ ما عنديش البرادس دي هتنضف. البرنس ده حاجة بظن. زي دي. قلتها لو كنت واخد بالي والله انا دلوقتي زي افتكرت ان انا لابس حاجه بصوت، بس البرنس بيبقى مفتوح من قدام ما بيبقاش مقفول زي كده، بيبقى غالبا عامل زي عبايه مفتوحه بصوت. اذا كان من حرير او من قماش لامع بيسمى طيلسان. اليهود مع المسيح 70,000 من أصبهان عليهم الطيلسة زي ما الشيخ حسام بيقول، جامع طيلسة. خلاص بقى بيجا خلوها عليا المرة، ممكن تعمل حاشية بعد ما خلص ولا نروح حاشية. طيب بنقول بالنسبة للسراويل النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل. حصلت مع أخ كان في الطيارة، هو اللي كان بيحكي، كان الشيخ احمد الطيبه بيشرح فعلا بيشرح الحج، فقال له الشيخ انا عملت كذا كذا، قول لما لم يجد الازار يلبس السراويل. كان في الطياره والبتاع الطياره بيقول لهم بيقول في الميكروفون احنا خلاص هنعدي على النقاط قدامكم مش عارف ايه، بيدور على الاحرام بتاعه، الشنطه كان حاطط الاحرام بتاعه في كيس ماسكه في ايديه، فتبدل الكيس حط خد كيس تاني من الشنطه ما فيهاش الاحرام وحط ملابس الاحرام في الشنطه. طبعا الشنطه في الطياره في محتاجه بقى ايه فرقه كوماندوز ولا حاجه، حد يكون بيعرف بقى يمشي على ايديه ورجليه على الطياره كده، فما فيش بتاع. فراح قلع الجزمه قلع الشراب وكعب الجزمه، وراح قلع البتاع دوت قلع الهدوم بتاعته وفضل وفضل بالبنطلون بس.
قلع الملابس الداخلية وقلع القميص اللي كان لابس بنطلون وقميصه وقلع القميص وكده فضل بقى البنطلون بس. بيقول له نزلت المطار كده نزلت المطار خلاص احرم بقى. فبيقول نزلت المطار كده والدنيا كلها كانت عماله تتفرج عليه. هو البنطلون معهوش حاجه الرجل عميل لو لبس القميص خلاص قصدك يحط على كتفه يعني ماشي يحط على كتفه على كده ايه شكله غريب. البنطلون ده يعتبر ايوه هو البنطلون دي كلمه انجليزيه بكلمه فرنساوي ترجمتها سيرويال ايه صحيح كده بس محرج بعد كده بس واصل الاحرام براحته بقى مش حد يكلمه هو ما حكاش بقى اكيد اصلا الشيخ احمد طيب ما حدش بيقدر يفتح بقه في الدرس بتاعه. الشيخ احمد طيب مهيب جدا واما اخي يعني ما يقول للاخوه ما يسمح للاخوه بالاسئله تلاقي اخي بيسال وهو مرعوب يعني الشيخ بيحرج اي حد وكده. فالاخ ده ان هو يقعد يحكي حواديت كده قدام الشيخ احمد طيب دي مستحيل. والاخ ده عشان الحكايه غريبه قوي وحكاها للشيخ كان الاخ يعني منتهى الشجاعه يعني. بنقوله بالنسبه للخفاف النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. في روايه قال وليقطعهما حتى يكون اسفل الكعبين. وفي رواية قال يلبس الخفين ما جابش سيرة القطع. ايه رأيك رجال هيقطعهم ولا ما يقطعهمش؟ في حديث فيه القطع وفي حديث ما فيهوش القطع يقطع ولا ما يقطعش؟ النعل اللي ده اللي هو تحت الكعب الحاجة اللي تحت الكعب دي اسمها نعل والجزمة الجزمة نعل وكان الناس ما بتعتبرهاش نعل ماشي. اللي فوق الكعب ده اسمه خف اللي بيعدي الكعب ده اسمه خف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما يلاقيش النعل يقطع الخف يلبس الخف بس يقطعه. وفي حديث ثاني قال ما يقطعه ما قالش يقطعه. يبقى رايكم يقطع ولا ما يقطعوش؟ الجماعه اللي درسوا الحج بقى شوف بقى الحديث اللي فيه قطع الحديثين صحاح يقطع لان في ما يقطعوش شكل ان في مشقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع. لا ما هي في واحد مروان عبد الله بن عمر قلت لها عبد الله بن عمر في واحد متقدم اللي هو بتاع ما يقطعوش ده المتقدم عنه. طب ايه المشكله؟ يعني اللي هو اخر حاجه في حجه الوداع شكرا. هما الاثنين في حجه الوداع على فكره. اثنين؟ اه ده رجع حاجه محمد طيب ما يقطعوش. طيب. بعض الحديثين صحيح. بعض العلماء قال ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فصل وفي حديث اجمل. فقال لك المجمل يحمل المفصل. يبقى الحديث لا لا كرشها كرشها. فقالوا المجمل يحمل على المفصل. يبقى الحديث اللي فيه ان النبي ما قالش يقطع ولا ما يقطعش هيفسر بيه هيفسر الحديث بتاع القطع بيه. فقالوا يبقى يقطع. وبعض العلماء قالوا ان هو مخير بين القطع وعدمه والاولى القطع. وبعض العلماء هو ده الراجح زي ما قال الشيخ عبده كده ان هو لا يقطع وان الامر بالقطع ده نسخ لم يشرع الا لليالي لليالي مدة ليالي بس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم القطع ده هم في المدينة لما وصلوا لمكة وصلوا للميقات وجم يحرموا فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم الإحرام وقال لهم ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وما لهمش اقطعوا. الصحيح ان القطع ده نسخ. طب ليه ما نقولش ان هو مجمل ومفسر مجمل ومفسر نحمل مجمل على المفسر؟ ليه بنقول الراجح النسخ؟ لان دول كانوا خلاص هيتعبدوا ان رايحين يحرموا فما ينفعش وهم لسه في السعه وهو لسه قدامهم وقت النبي يقول لهم اقطعوا ويجي ساعه الاحرام اللي الناس هتنفذ
النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهمش اقطعوا ولا ما اقطعوش. فلو كان القطع واجب كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اقطعوا، فكده هيبقى النبي صلى الله عليه وسلم اخر لهم البيان عن وقت الحاجه. هو النبي ليه بيقول دلوقتي؟ ما هو كان قال في المدينه، ليه بيقول دلوقتي عند الميقات؟ لانه النبي صلى الله عليه وسلم في السكه جاله ناس جداد انضم للنبي صلى الله عليه وسلم، خرج من المدينه وهو في طريقه من مكه للمدينه كان كل ما يعدي على قبيله يخرج منها اناس للحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، والقبائل كانت تخبر بعضها ان النبي خرج يريد الحج، فكانوا بيقابلوا الموكب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المدينة كانوا 19,000 يعني 10,000 وكم ألف كده، 11,000 12,000، دخل المكة وهم 100,000، عدد مهول جدا. العدد ده كله انضاف للنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، كل دول انضموا للنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق. فالنبي لما كانوا 10,000 يقول لهم، وبعد كده ما بقوا 100,000 ما يقول لهمش يسيبهم كده على عباهم. فبقول يبقى ده ما ينفعش نقول ده مجمل ومفصل. بيقولوا يا جماعة لأن المحرم إذا قتل صيدا عمدا، احنا رحنا فين؟ احنا مشينا ده، انا ما عنديش 152، عندي 151 153 على طول. شوف البصر بيقول ايه بقى الاجماع. بيقولوا اجمعوا على ان للمرأة المحرمة لبس القميص والدروع، درع اللي هو الفستان، والسراويل والخمر والخفاف. يعني اكنه بيقول ان الاجماع على ان المحرم ممنوع من الحاجات دي، ده اجماع خاص بالرجل المحرم مش بالمرأة المحرمة. يقولوا أجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه، وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس. الورس ده نبات له رائحة كانت تصبغ به الثياب، والزعفران أيضا نبات له رائحة تصبغ به الثياب. فرق بين الورس والزعفران إن الورس لونه أصفر أو لونه قريب من الاصفرار، الزعفران لونه أحمر. وهو النبي صلى الله عليه وسلم منع منهم، منع من المسبوق بالزعفران والورس عشان هما فيهم طيب، فيهم ريحة عطر. فبنقول الإجماع دوت إن المحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس ما لم تزل رائحته ولونه. هو كان مسبوق بالزعفران وبعدين مع كتر الغسل زال، يفضل حرام برضه؟ لا، نقول لا، ما لم ذهب رائحته ولونه يبقى خلاص. بيقولوا اجمعوا على ان المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال في حال الاحرام الا بعض اللباس. ان الست في كل المحظورات الاحرام زيها زي الراجل الا الثياب. واجمعوا على ان المحرم اذا قتل صيدا عامدا ذاكرا لاحرامه ان عليه الجزاء. يعني عليه الجزاء بجزاء هم قتل عن الله. أيوة، يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من اللعن، بس أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام. ماشي، جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام. فده الجزاء. ولازم ايه؟ ها يحكم به ذو اثنين، ما ينفعش أقل من اثنين. هو معظم الحاجات دي مراقبة أهل الإجماع. دلوقتي بتروح لشيخ بتقول له انا قتلت نعامه، يقول لك اذبح جمل. طب ليه؟ مش عشان هو ينفع هو انه يقول النعامه كان جمل، لا، لان هو كده الصحابه والتابعين افتوا بالجمل مكان النعامه. يعني هي الحاجات اللي بتتقتل اللي ممكن تصطاد معدوده، فخلاص هو الصحابه افتوا فيها من زمان، وانعقد الاجماع او انعقد الخلاف على حاجه منهم. يعني مثلا يقول لك الارنب في شاة ولا في معزة، في الأرنب البري شاة ولا معزة، فخلاص ما ينفعش أنا أجي أقول لك لا مكان الأرنب اذبح مثلا
ما ينفعش اقول لك ما ينفعش ان انا ايه اضيف حاجه هي خلاص اقوال العلماء فيها ان حصلت الحاجات دي. فدلوقتي بتقال فتاوى ما بتقالش حكم. هو بيقول لك اجمعوا ان المحرم اذا قتل صيدا عامدا ذاكرا المخطئ في خلاف الجاهل في خلاف. بيقول انفرد مجاهد قال كلام غريب جدا بقى فقال ان قتله متعمدا لقتله ناسيا لاحرامه يعني عامد ناسي. بيقول فهذا هو الخطا المكفر هو ده الخطا اللي يكفر عنه. اما وان قتله ذاكرا لاحرامه متعمدا له لم يحكم عليه. مجاهد بيقول اللي يقتل الصيد متعمدا عالما بالتحريم فده ليس عليه جزاء مش دل عليه فجزاءه مثل ما قتل ابن اللعن. عايز يقول ان ده بيقول ان الجاهل مش الجاهل الناسي هو ده بس اللي عليه الجزاء اما المتعمد فده ليس عليه جزاء. متعمد للقتل معلش حضرتك بتقول لي انفرد مجاهد فقال متعمدا لقتله ناسيا لاحرامه هذا هو الخطا المكفر. ايوه معناه يا شيخ معناه الخطا المكفر اللي هو يعني ايه الاجماع اصلا الاجماع بيقول ايه؟ بيقول دلوقتي واحد عارف ان حرام يقتل الصيد عارف وفاكر ان هو محرم وراح رايح قتل الصيد ده عليه عليه الجزاء بالاجماع. مجاهد قلب الموضوع قال لك لا ده اللي عليه الجزاء مش العارف اللي فاكر اللي عليه الجزاء الناسي اللي ناسي هو ده اللي عليه الجزاء اما اللي ما عليهوش جزاء اللي مش ايوه الخطا اللي تجزئ فيه الكفاره. اما اللي مش اما اللي عالم ذاكر عامد قال ده ما عليهوش جزاء لكنه بيقول يعني ان ده ذنب لا يجزئ فيه الا التوبه. هو كده صدم الايه كده صادم الايه وصادم الاجماع وصادم كل حاجه اصلا. والامام احمد رحمه الله بيقول قال ابو بكر وهذا خلاف الايه ابو بكر المنذر. الإمام أحمد رحمه الله غلظ في هذا القول جدا قال ما بالهم يعمدون إلى كلام الله فيخالفونه. بيقولوا أجمعوا على أن في الصيد الذي يصيبه المحرم شاه أجمعوا على أن في الصيد الذي يصيبه المحرم شاه. طب هو مدام شاه أمال يعني إيه بقى يحكم به ذو عدل منكم؟ هو هل يا ترى معنى الإجماع زي ما هو كده ظاهر من كلامه ان هو الصيد اي صيد يبقى فيه شاه؟ وعلى فكره في اجماع ان في النعامه بدنه في اجماع ان النعامه فيها بدنه. ها الصيد هنا معناه الحمام اجماع ان الحمام الذي يصطاده شاه. كل حمامات مثلا كل حمام شاه. هو بكر المنذر بيقولوا اجمعوا ان في حمام الحرم يبقى هنا اجمعوا ان في الصيد المقصود بالصيد هنا ايه؟ الحمام. بيقولوا اجمعوا ان في حمام الحرم شاه. ايه الفرق بين ده وبين الاجماع اللي قبليه؟ الحمام فين بره الحرم. ايوه يبقى المحرم لو اصطاد حمامه فيها ايه؟ شاه. المحرم اللي مش محرم واصطاد حمامه في الحرم ده يبقى برضه عليه ايه؟ يعني واحد جاله عقد عمل في مكة وراح حمامة معدية قدامه وهو يعني بقاله سنة ما كلش لحمة راح نشاشة طوبة واكلها بنقول دوت يبقى عليه ايه؟ عليه شاه. لا الحمام مش بتاع الحرم يستورد حمام من بره ممكن يخرج خارج الحرم. ويخرج خارج الحرم يصطاد. زي اللي برضه نصب الشباك يوم الجمعة وخدمه من حد. سؤال ماشي. في واحد قاعد في مكة فقال هناك قالوا حتة الصلاة الصواب اللي لحق من أرض الصلاة مش من الحرم بس من طرق مكة كلها. الكلام ده مش صح. النبي صلى الله عليه وسلم
قال صلاة في المسجد الحرام، ماشي في الحرم، لكن هو مكة كلها حرم ده. اه هو قال كده ان هم مكة كلها حرم دلوقتي. ايوه صح، المكة كلها حرم والصلاة سلام. لا ايوه صلاة في المسجد الحرام مش في الحرم. هو المسجد الحرام هو ليس مسجد حرام، هو مسجد في مكان حرام، فبقى ليه حرمتين، حرمته كمسجد وحرمته كمكان في البلد الحرام. المهم الشيخ لو استنى الحمام تحت الحرام، يبقى وردك عليه شيء افضل شيء. لا شيء واحد. ده في بالظبط. بيقولوا اجمعوا على ان في حمام الحرم شاه، وانفرد النعمان اللي هو الامام ابو حنيفه، واسمه النعمان بن المنذر، نعمان بن المنذر بن ثابت بن مقرن. فانفرد النعمان فقال فيه قيمته. يعني ايه قيمته؟ ايوه. طب الخلاف ده يقلح في الاجماع ليه بقى؟ يقلح عشان تبعه اصحاب ابو حنيفه، تبعه مذهب ابو حنيفه كله. مين بقى اللي اجمع ناقض قبل خلاف واحد؟ مين اللي اجمع؟ هو بين اللي اجمع علماء زمانه، هو ما كانش عايش في زمان ابو حنيفه عشان خاطر يقول العلماء ايام كانوا مجمعين ولا لا. واجمع ان في حمام الحرم شاه اللي خادم بعد الاجماع ده كله الإمام أبو حنيفة. آه. يعني اللي بعد عقد الصحابة واللي خالف بعد كده الإمام أبو حنيفة. لا، أنت كده يبقى كل اللي فات إن هو قال فيه خلاف ده يبقى معناه كده إن كل دول مخالفين بعد الإجماع. لا. لا ده هو هو المنذر بيقول الإجماع دوت إيه مش عارف موجود عندكم ولا لا. بيقول لك هذا في بداية الكتاب، بيقول لك هذا ما أجمع عليه فقهاء الأبصار. فقهاء الأبصار اللي هو كانوا في زمانه. الإمام ابن المنذر هو لسعة الطلاع عرف أقوالهم، وبالتالي قدر يقول إيه اللي هم مجمعين عليه وإيه اللي هم مختلفين فيه. هو إيه الإجماع في زمانه؟ ما قالش الإجماع قبل كده. ابن المنذر اتولد في السنة في الإمام أحمد. الإمام أحمد آخر الأئمة الأربعة. أول أئمة الأربعة أبو حنيفة. يعني أبو حنيفة خالف قبل الإمام الشافعي وقبل الإمام مالك وقبل الإمام أحمد. قبل ما الأئمة الثلاثة دول يتفقوا، وبعد كده ابن المنذر، العلماء اللي كانوا في زمان ابن المنذر، كل دول الإمام أبو حنيفة خالف سبقهم بالخلاف في الإجماع. فيبقى الإجماع ده يقدح ولا ما يقدحش؟ ولو الأربعة وواحد خالف غيرهم لا يقدح، لأن هو اتفاق الأئمة الأربعة مش إجماع. احنا مش قلناها ديت، قلنا هل يا ترى اتفاق الأئمة الأربعة إجماع ولا لا؟ إيه؟ في إيه مكتوب في الكتاب؟ يا رجالة أنتوا المفروض إن أنتوا كنتوا شغالين مع الشيخ محمد سعد، وأنا لسه هاجي أكمل بعدين. بعد مصر بتقفل. طيب هو الاجماع عشان كان لسه في ائمه. لا لا هقول لكم بلاش انتوا تقولوا، خير بس الباب ده يعدي على خير ان شاء الله. هو الاجماع على ان حمام الحرم فيه شاه، ده اجماع الصحابه رضوان الله عليهم. بس مش ان هو هنا قال اجماع يبقى ده اجماع الصحابه، لا، علشان الإجماع منقول عن الصحابة من قبل ذلك. ما أنا بقول لك فين إجماع الصحابة؟ فأنت ما قلت إيه يعني الصحابة اللي هو قال إجماع يبقى إجماع الصحابة، يعني أي حاجة من اللي هو قالها دي قال إجماع يبقى فيها إجماع صحابة؟ لا، بس هو لم ينقل عن الصحابة اللي هو فيه مخالف. هو فين الصحابة؟ ما جابش سيرة الصحابة هنا يا ابني. الإجماع بس شيخ هو الإمام أبو حنيفة مثلا أفتى في الفترة سنة كده شيخ، معلش
مثلا فين اللي الصحابه اجمعوا قبل ما الامام ابو حنيفه يفتي بالكلام ده؟ ما هو قال الشيخ ما هو ما يقول اجمعوا ده يا ابني يعني معناها اجمع علماء اللي في زمانه، مش معناها اجمع العلماء اللي كانوا موجودين ايام اللي قبل المخالف. لما بيقول هو اجمعوا ده بيقول اجمعوا على العلماء اللي موجودين في زمانه، ان العلماء اللي موجودين في زمانه اتفقوا على كذا واتفقوا على كذا واتفقوا على كذا، مش معناها ان قبل ما يحصل خلاف كان في اجماع. ده مش بيحكي الاجماع من ايام الصحابه، ده بيحكي الاجماع اللي كان موجود في زمانه. لكن احنا بنقول الاجماع بتاع الصحابه منقول في مصادر تانية، فعشان كده بنقول يعني هو لو ما فيش غير الاجماع اللي هو نقل المنذر ده كنا نقول ده مش اجماع، خلافه لابو حنيفه ده هيقضح في الاجماع. ايوه لكن هو بنقول ان ده ما نقول اجماع الصحابه في مصادر تانية في كتب تانية، ما نقول اجماع الصحابه. بيقولوا اجمعوا على ان صيد البحر المحرم مباح، اصطياده واكله وبيعه وشراءه. ايه الصحابه اجمعوا قبل ابو حنيفه، بيقولوا اجمعوا علي. انتوا فيه يا رجاله النهارده؟ انتوا مش طبيعيين خالص النهارده. هنخلصوا بس الحاجات اللي هي تقتل في الحرم وهنقوم نمشي. يعني وصل لحد الاجماع رقم 162. فاضل لكم اربع اجماعات. نخليهم المره الجايه وخلاص. ما فهمش خلاف، يعني هنقول اجماع وهنقوم نمشي خلاص. لا اله الا الله. بيقولوا اجماع على ان صيد البحر المحرم مباح اصطياده واكله وبيعه وشراؤه. واجمعوا على ما ثبت من خبر النبي عليه الصلاه والسلام من قتل التي يقتلها المحرم. قتل التي يقتلها المحرم، النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال الحية بدل العقرب. فما أخلوا ذوات السموم كلهم في معنى العقرب والحية، يعني عنكبوت سام يتقتل برضه. تقولش لا ده هو الحديث جه في العقرب والحية. يا عم العنكبوت السام، الحاجة ذوات السموم، ذوات السموم خلاص بقى بتعرف هو مكتوب عليه. خليه روسك لو موت يبقى سام، ما موتش يبقى مش سام. هو في عارف دلوقتي في الحرم يا ابني، الحرم كله بلاط. بيقول وانفرد النخعي فمنع من قتل الفأرة. ليه بقى النخعي منع قتل الفأرة؟ عشان شبهة المسخ. ايه شبهة المسخ؟ دوروا عليها انتوا بقى، تيجي تقولها لي المرة الجاية، عشان لو قلتها لكم دلوقتي مش هنروح السنة دي. ماشي؟ قلت دوروا عليها، شبهة المسخ. بيقولوا اجمعوا على ان السمع اذا اذى فقتله لا شيء، ان السبع اذا اذى المحرم فقتله الا شيء عليه. السبع المقصود به الحيوان العقور، السبع هو ما اكل بنابه ولم يستأنس. حاجه بتاكل بنابها وما ينفعش تستأنسها، والحاجات اللي بتاكل بنابها وينفع تستأنسها الكلب والقطة، مش الذئب ما بيستأنس، السبع ما بيستأنس، الثعلب، الذئب، الحاجات دي لا تستأنس. مش بيقولوا اجمعوا على ان المحرم قتل الذئب. الذئب بيدخل في السباع. مش عارف والله، بس بظنش الدب بيصطاد. الحية انت لسه فيها؟ واجمعوا على ان للمحرم خلاص انا مستني والله هروح هي دي الحاجة اللي انت صحي الله ماله؟ العقور السعران. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. روحوا.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.